يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى لندن وسكنت في مكان ليس حوله مسجد، فسألت مسلما هناك عن القبلة فدلني على جهة معينة فصليت إليها، ثم بعد يومين سألت عن القبلة فدلني على جهة أخرى فصليت إليها، ولم أكن متأكدا من القبلة خلال إقامتي 5 أيام في هذا البلد، فما حكم صلاتي؟ أنت ما حولك مسجد ولا عندك مسلمين يعرفون القبلة واجتهد أنت معذور، أما إذا كان عندك مسلمين من يعرفون القبلة أو كان عندك مسجد فأنت غير معذور تعيد الصلاة. نعم. انتهى.